تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني 88، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة على يد المؤسس الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي أرسى قواعد هذا البنيان وسار على نهجه أبنائه لتصبح السعودية دولة قوية ذات مكانة عالمية وإقليمية كبيرة ومؤثرة وفاعلة. ويحيي أبناء المملكة هذه المناسبة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ يعيشون واقعا مزدهرا وحافلا بالمشروعات الطموحة والكبيرة على جميع الأصعدة. هذا وقد شاركت دولة الكويت المملكة العربية السعودية الشقيقة الاحتفال بيومها الوطني، إذ ازدانت عدد من معالم البلاد بعلم المملكة في صورة ضوئية مبهرة تحكي أهمية المناسبة وتعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.